نظم ناشطون من مدينة الموصل وقفة احتجاجية أمام مبنى دائرة صحة نينوى بعد أن كشفت حادثة الحمدانية مدى تردي الواقع الصحي وتهالكه في المحافظة، مطالبين الحكومة الاتحادية بالتحرك الجدي لإعادة بناء المشافي المدمرة والتي مضى عليها سنوات منذ تحرير المحافظة من داعش وحتى اليوم. كل العزاء وخالص العزاء لذوي شهداء الحادثة الأليمة في قضاء الحمدانية الحبيب، وخالص خالص الأمنيات بالشفاء للمصابين والجرحى. نظمت هذه الوقفة للمطالبة بإعادة النظر في وضع خطط تتلائم وتتناسب مع حجم الكوارث اللي دا تحصل في نينوى، سابقا العبارة واليوم الحمدانية، وذات الوضع من مأساوية على صعيد الاستجابة الحكومية من حيث التنظيم، وكذلك ضعف في الأداء الصحي في مؤسساتنا الصحية، يؤسفنا ذلك. من المؤسف أن نصل إلى هذه المرحلة من الإهمال والتقصير الحكومي في مستشفياتنا، حيث لا توجد أدوية كافية، والتقصير يتحمله الجميع، المجتمع والسياسيين، لأن أرواح الناس أصبحت لا تهم الكثيرين للأسف. وللأسف هذه لن تكون الحادثة الأخيرة، لأن الكثير من القاعات والأماكن الترفيهية والسياحية مبنية بنفس الطريقة وبنفس الإهمال. مر على العراق أربع رؤساء دول، اللي هو السيد حيدر العبادي وانتهام السيد محمد الشيع، لا توجد هناك مستشفى حقيقية الذي هي تتبنى هذه الأحداث أو هذه الطوارئ. ليس من المنطقي أن يتم عملية الإعمار بهذا البطء وبهذا التلكؤ وبهذا التهاون في هذا الملف. ما يبنى في مستشفيات في مدينة الموصل هو ليس على سبيل الرفاهية وعلى سبيل الاستجمام، هذه مرافقات حيوية لا تمتلك مدينة الموصل غيرها منذ سنوات طويلة، وحتى اليوم هذه المدينة نحن على ما يقارب 10 أعوام على سقوط مدينة الموصل، وحتى الآن لم يتم افتتاح أي مستشفى في هذه المستشفيات. أيضا أضف إلى ذلك ما يوجد اليوم في دوائر صحة في مديريات الصحة في داخل محافظة نينوى والمستشفيات من نقص كبير، واقتصارها على فقط الأدوية المنقذة للحياة.